شايفتي لي شيء حلو يا ليلى؟ انت شايفتي لي شيء حلو؟ المهلك شو حلو؟ طبعا بال24 بال24 ليلى، هل الصحفيين اللبنانيين على حدود لبنان بمأمن؟ يعني بنرجع بنشوف صواريخ، بنشوف عصام يعني عبد الله شهيد اخر ان شاء الله بلبنان. لا ان شاء الله، ان شاء الله لا. الله يحفظهم كلهم. وبقول لك شغله انه يعني هن عندهم حكمه وشهادته مثل ما بنقول. العدو ما عنده حكمه، عنده لا عم بقول شهادته الاعلام اللي بتخليه يوقف بين الخطر، وهذا الصحافي نجاح. بس بنقول نحن ما قلنا الا الدعاء والصلاه بلبنان، لندعي لهم الله يحميهم ويحمي لبنان، لانه نحن كفينا من ال 75. بس انا بقول لك انه حتى البلد، شفت البلد الداون تاون البلد سويسرا الشرق ان شاء الله. بس لا، الصحفيين انا بهمني المراسلين، لانه اهاليهم اليوم ندعي لهم بالصلاه وباذن الله تكون نهايه الاحزان. بدي دق لرشال كرم تنزل على الجبهه ولا لا؟ حبيبتنا رشال كرم يخليكي. ليلى بدي اشكر المخرج الصديق وليد نصيف يلي اتى خصيصا من دبي لاخراج هذه على فكره الحلقة. منشوف الاعلامي مارسيل غانم عم بيتضامن مع فلسطين واهل غزه، ومنشوفه ما بيتضامن بحلقاته مع مارسيل. لا مش بالحلقه، لكن منشوفه ممكن بالطريق، على الطريق على الارض، ممكن بالطريق وممكن على الحدود، ما بتعرف. مارسيل غانم هيدا طلع على الهواء وعلق لمارسيل. طبعا بنحييه لأستاذ مارسيل غانم. بدي أشكر المخرج وليد نصيف اللي أتى خصيصا من دبي حتى يخرج هذه الحلقة. ليليان يونس نحال، ناجي نحال، بدي أشكركم. بدي أشكر نضال بكسيني الكرياتيف دايركتور بالجديد. بدي أشكر نانسي سلوم يلي هي مديرة البرامج والمحتوى الكونتنت، مديرة البرودكشن بتلفزيون الجديد. حسن طراد حبيب القلب، وينو حسن؟ بدي أشكره جدا، لأنه لولا حسن ما في برامج. بدي اشكر بيتر، بدي اشكر اللي اهتموا فينا، راح اقول بيتر جلخ، رنزي صغيب، كريستيل مندلق، كريستيل مندلق بدنا نشكرها، ساندي بخيت، ساندي بنت اختي اكيد بدي اشكرها لساندي صورتنا. شكرا. اخر كلمه، سنرى رؤساء عرب بلبنان. كمان مره، سنرى رؤساء عرب وامراء وشيوخ بلبنان. وما بيجوا بيزوروا، ما قلت انه الامير تميم جاي وغيره رح يجوا على لبنان؟ نعم، مثل ما شفنا الله يرحمه الملك عبد الله بايد الرئيس بشار الاسد ونازلين من طياره وحده، وانا كنت توقعت هالتوقع نيشان عبر صوت الغد. بنشوفهم، بنشوف الرئيس ان كان بشار الاسد او الرئيس السيسي او الامراء او ملوك بقلب لبنان باذن الله.